بسم الله الرحمن الرحيم. برحب فيكم بدورة 3D Max بالسادة الحضور معنا واللي رح يسمعونا إن شاء الله بالمستقبل. الشاشة اللي شايفينها قدامنا أول شيء هاي اللي رح تعملوا معها طول فترة الدورة، هاي واجهة المستخدم، واجهة 3D Max الأساسية، مكونة عندي من مجموعة أقسام. طبعا عنا الشريط الفوقاني نعرفه بأغلب البرامج، عنا شيء اسمه شريط قوائم أول شيء، تمام، الإيديت تولز جروب الأمور هاي. بعد عنا قسم تاني رئيسي اللي هو معنا شريط الأدوات بنسميه، فيه مجموعة أوامر يمكن أغلبها رح ناخذها عن طريق الاختصارات. والقسم الرئيسي عنا إياه، في عنا قسم تاني على اليمين هو شيء اسمه لوحة الأوامر، كوماند بانل بنسميها بالإنجليزي. طبعا لوحة الأوامر هي الشيء الأساسي اللي رح نتعامل معه طول فترة الدورة، يعني اي امر رسم، امر تعديل، اوامر بدي اعدل على جسمه او اي شيء رح استعمله ضمن هالقائمة هاي. في عنا تحت مجموعة صغيرة من الاوامر، هاي بنسميها مجموعة اوامر خاصة بتعامل مع الشاشات، كمان اغلبها رح ناخذها عن طريق الاختصارات. هلا القسم السفلي من الشاشة بالواقع استعملنا معه كتير قليل، بس في عنا بالنص شو شايفين عنا هون؟ ثلاث خانات، تمام، تعبر عندي عن الاحداثيات اكس وواي وزد. وعنا هون في عنا كبسه صغيره كمان رح نحكي عنها، بس الفكره انه انا دائما لما بدي اتعامل مع الارقام بلجا لهالخانات هدول، تمام، اللي هن الثلاثه تحت اكس وواي وزد. واكبر شيء عم نشوف عنا اللي هي مجموعه شاشات ال 3D Max مقسمه حسب عناوينها. نحن شايفين عنا شيء هون اسمه توب، شيء هون اسمه فرونت، بيرسبكتيف مثلا، وليفت. هاي هي الخانات الرئيسية لواجهة ال 3D Max. هلا في شغلة بدنا ننتبه لها، بس انه نحن تعاملنا مع الاوتوكاد 2D خلال يعني ضمن برامج الرسم. الاوتوكاد 2D مبني بناء على اوامر او بناء على اساسيات الرسم الهندسي، يعني قريب لها خلينا نقول الظل والمنظور، اساسياتها انه مسطره وقلم وارقام وحسابات وهيك شيء. بينما 3D Max مبني بالاساس ك على اساسيات الفري هاند. بعد شوي رح نشوفهم بالضبط، رح نشوف كتب ونفهم بالضبط شو اللي بعني بهالحكي. بس انا بشكل عام يعني هلا لما بدنا ناخذ امر رسم مثلا رح نشوف انه الماكس ما رح يطلب مني بعد، تمام، مثل الاوتوكاد. الاوتوكاد كنا لما نعطيه نحن امر ريكتانجل او امر سيركل شو اول شيء يطلب مننا؟ حدد له نصف القطر او طول وعرض، احداثيات. الماكس ما موجود فيه هالشيء هذا، طبعا كبداية ما يعني انه التعامل بالارقام ما موجود فيه، لا موجود بدقة، بس يعني الاساس اللي موجود فيه انه شو انا اتعامل معه كفري هاند، اتعامل معه باريحية، تمام. فهي النقطة تخلوها بالكم طول فترة الشغل بالماكس. هلا اذا بدينا هيك على السريع، في عنا على اليمين مثل ما شايفين الكومنت بانيل، لوحة الأوامر، مقسمة عندي لمجموعة صفحات فوق، وعندي هون مجموعة كمان صفحات تانية فرعية تابعة للقوائم الأساسية. هلا بكل بساطة أنا ممكن أخذ من هون أمر، في عنا شيء اسمه سفير. سفير هي عبارة عن طابة، فأنا ممكن أخذها كبس مع سحب، تمام، تكون عندي كرة. هلا مثل ما انتبهنا طلب منا شيء هون نصف قطر، ما طلب مني نصف قطر، فأنا رسمها بناء على عسر، يعني بناء على قيم على النظر. ممكن أخذ هون أمر تاني، فعنا شيء تاني اسمه بوكس مثلا، تمام. هلأ إذا الأمر لسه فعال عندي، بس خلونا نمر فوق. في عنا أنا واقف على قائمة، شو عنوانها؟ كرييت، تمام. كرييت شو يعني؟ الإنشاء أو التكوين، تمام. فهي قائمة الكرييت. في عنا قائمة بعدها شو عنوانها شايفينها هون؟ تمام، قائمة الموديفاي اللي هي قائمة التعديل. رح نشوفها بعدين. مثلا أنا إذا بدي أعدل على جسم، أعدل على طوله وعرضه وأقسامه، رح ألجأ لها القائمة هاي. وفي عنا قائمة بعدها اسمها هيراركي، كمان رح نتعامل معها بس قليل. القائمة الثلاثة اللي بعدها ما بهمونا كموديلينج كـ 3D Max. في عنا بعدها، انا هلا واقف معناته بقلب الكرييت، عندي اول ايقونه عنا هون شو عنوانها؟ جيومتري. معناته هلا انا واقف على كرييت جيومتري. شو يعني جيومتري؟
العناصر شو او العناصر الفراغيه، المجسمات الفراغيه. يعني عم نحكي نحن ككره، كبوكس، سلندر اسطواني، شو عنا ليش غيره؟ اذا انتقلنا على الصفحه اللي بعدها او الرمز اللي بعده اللي هو شو؟ الشيبس. تمام، اشكال 2D. كمان تعمل مع اشكال 2D اساسي بالماكس مثل ما رح نشوف بجلسات جاي ان شاء الله. الصفحة اللي بعدها عنا هون لايتس، عنا بعدها مثلا شيء اسمه كاميراز، كاميرات. فعنا مجموعة كبيرة من هون. في عنا هون قائمة رح نحكي عنها بعدين، مثل ما شايفين عنوانها شو القائمة. تمام، ستاندرد بريماتيفز، يعني خلونا نقول مجسمات اساسية، مجسمات بسيطة. في عنا قائمة غيرها رح نحكي عنهم بعدين. هلا الفكرة مثل ما شايفين نحن هون أوامر الرسم موجودة عندي، شيء اسمه بوكس. تمام، عبارة عن بوكس. عنا شيء اسمه سفير، عنا شيء اسمه كون. الكون عبارة عن مخروط. هلا كبس مع سحب. تمام، كونت قاعدة، رفعت لفوق، كونت ارتفاع، بعدها عم حرك. تمام، حددت القاعدة العلوية. هلا لما باخذ امر رسم بلاحظ انه الامر لساته شو عندي؟ لساته فعال، ما هيك؟ لما بدنا نفصل بالماكس بنفصل بزر اليمين. هلا كبست هون، صار الامر عندي، فصل الامر عنا، فممكن انتقل هون لاي جسم ثاني. خلونا نحذف الشاشه، كنترول اي ديليت. هلا ابسط مجسمات عنا هو شيء اسمه سفير. لاحظين كبس مع سحب، لزمني هون فاره وحده لحتى ارسمها. بعدها في عنا مثلا شيء اسمه بوكس، مثل ما شفنا عم كون اول فاره، مساحه القاعده، اول نقره، النقره الثانيه حددت فيه الارتفاع. تمام، نقرنا نقره وطلع عندي هالبوكس هاد. طول ما الامر فعال بقدر شو اعمل؟ كمل رسم. خلصنا، بفصل بزر اليمين. تمام، هيك بنكون اخذنا اول امرين بسيطات، اللي هن شيء اسمه بوكس وشيء اسمه سفير، رح نشوفهم بالتفصيل بعد شوي. في عنا شيء اسمه سلندر اسطواني، كبس مع سحب مع نقره ثانيه اللي هي بيعطيني شيء اسمه ارتفاع. فهي بشكل عام يعني اساليب الرسم بالماكس. الموضوع عنا كثير بسيط، ما بدهم كثير شغل. التعامل مع هاي بصراحه كثير، يعني اول ما الواحد بينزل الماكس بيقدر يفتحهم ويشتغل فيهم، فامورهم بسيطة. خلونا ننتقل لشيء مهم كمان عندنا بال يعني كبداية، خلونا نقول اللي هي التعامل مع الواجهات. يعني انا شايف هون عندي اربع واجهات، طبعا التعامل معهم شوي غليظ، فرح ناخذ نحن هون الاختصارات اللي موجودة معنا بهالرموز هاي اللي تحت. فاول شيء عندنا شيء اسمه، شوفوا عنوانه هون، شيء اسمه ماكسمايز فيو بورت، اللي هي ماكسمايز ومينيمايز. شو يعني هدول؟ نقرت نقره كبر لي النافذه اللي انا عم اشتغل عليها، نقره ثانيه رجعني للواجهات الاربعه. طبعا هاي لها اختصار، اختصارها هو ال دبليو. رح نكتب الاختصارات سوا مشان ما ننسى هون. اول اختصار رح ناخده هو مين؟ ماكس فيوبورت مثل ما حكينا، واختصاره رح يكون معنا Alt زائد W. تمام؟ هي أول اختصار عنا. فمعناتها أنا هلا مباشرة على الكيبورد Alt W صغرت، Alt W كبرت. هي اول شغله. طبعا احنا لو واقفين على مجموعه واجهات، في عنا شيء اسمه فرونت، عنا شيء اسمه توب، عنا شيء اسمه ليفت. لحتى نقل بيناتهم كمان هون تنقيل كثير بسيط، هو اول حرف من كل مصعد. فانا لما بدي انتقل مثلا خلينا نقول على التوب، اذا ننتقل على التوب اختصاره هو حرف التي. تمام، اذا بدي انتقل على الفرونت عنا حرف الاف. اوكي، على الليفت حرف ال ال، وكما المصائد كلها انتم ممكن تاخذوهم. في عنا البيرسبكتيف بي، المنظور. في عنا شيء اسمه منظور متوازي، كان اسمه بالماكسات القديمه يوزر، هلا سموه اورثوغرافيك. هلا رح نشوفه اختصاره يو.
هذا نسميه أورثوغرافيك. هاي أورثو، هذا بنعرف نحن عندنا شيء اسمه منظور متوازي اللي هو المنظور العادي بنقاط فراغ. إذا كبسنا على اليو شو صار عندي هون؟ انتبهتوا شلون صار؟ منظور متوازي. طبعا تعمل معه كثير قليل الدكاترة دي، ما بعرف إذا مشتغلين كثير كانوا نتعامل مع المنظور المتوازي، بس أنا نتعامل معه قليل ما كثير رح نلجأ له. هلا أنا واقف على البيرسبكتيف، عملت Alt W كبرت الشاشة، كبست على الاف نقلني على الواجهة على الفرونت، كبست على التي صرت شايف التوب، على ال ليفت بدي ارجع على المنظور بنتقل على البيرسبكتيف على المنظور، رجعت هون انا واقف على المنظور. هلا شو عندنا كمان ادوات للتعامل معه؟ في عندنا نحن شفنا هاي، في عندنا شيء على يميننا شيء اسمه اوربت، اذا كبسنا عليها طبعا الكبس مع سحب عم اقدر افتلق اخذ زاويه بدي اياها. كمان هاي اكيد ما راح اخذها من الزر كل ما بدنا اياها، هاي الاختصار اللي هو الالت والزر النصاني بالفاره، ضغط على زر النصاني تمام. فهلا انا لما عم اعمل الالت زر النصاني عم اخذ امر الاوربت، هذا مهم كتير. طبعا بنعرف الزوم تقريب وتبعيد معروف، كبس بالزر النصاني عم اعمل بان عم حرك الشاشه، هذا كمان من الاوامر المعروفه. هلا في عنا هاي البان حكينا عنها ممكن اخذها من هون، فنحن شفنا هلا هدول الامرين. في عنا كمان اختصار تاني، انا اذا مزوم كتير مثلا على بوكس ما بنعرف كان عنا بالاوتوكاد 2 دي اذا كبست كبستين بالزر النصاني شو يعمل؟ تمام بالضبط زوم اكستنت، هون هي حرف الزد اول حرف منها واللي هو هذا الرمز تمام. فكمان بنضيفها للاختصارات، في عنا زوم اكستنت حرف الزد تمام. وحكينا الالت مع الزر النصاني هو بيفتل اللقطه. بنرجع على الالت دبليو، رجعنا هون للواجهات الثلاثه. هلا في عنا اسلوبين للاظهار كمان بنعرفهم، مثل ما شايفين الواجهات هون شو عم يطلعوا عندي؟ ايه 2D او شو بنسميهم؟ هاي بنسميها شبكيه ماشي؟ او بنسميها واير فريم مكتوبه هون معنا، بينما هاي شو بنسميها؟ اسمها ريلاستيك او شيدد هيك بنسميهم. فعنا الاف 3 هو بنقلنا بين الحالتين. نقلني بين هون عمل لي اياها واير فريم، وهون عمل نقلني لشيء اسمه ريلاستيك. طبعا تنقيل بيناتهم اساسي. هلا هدول الاختصارات اللي اخذناهم يعني كنت تكونوا كثير مرنين فيهم ونحن عم نشتغل، يعني كنت على المنظور مثلا رسمت رسمي فورا نقلت على التوب مثلا قربت شفت وين موقعها لازمني اعمل لها موف، نقلت على الفرونت شفت ارتفاعه. فالتعامل معهم كثير لازم يكون شو انه يكون مرن، ما يكون جامد انا واقف على المنظور واقعد ارسم عليه. هاي كمان نقطه مهمه. في عنا وضع تاني للاظهار، عنا هون اف 3، اذا انا واقف على الريلاستيك كبست الاف 4 فهون رح يعطيني شيء اسمه ريلاستيك مع الايدج، يعني ريلاستيك مع التقطيعات. هاي وضع كتير مهم كمان بالرسم وبالموديلينج، كبسة الاف 4. طيب هلا هيك نحن نكون اخذنا معظم الاوامر اللي بتخصنا بالتعامل مع الشاشات والرسم. طبعا نحن اول ما بنحذف نحذف كنترول اي ديليت وبرجع بكبس زد مشان نرجع لي الشبكه لوضعيتها الاساسيه. هلا بالنسبه للاوامر نحن شفنا بوكس وسفير وسلندر، شو عندنا اوامر كمان غيرهم؟ في عندنا شيء مثلا اسمه تيوب كبس مع سحب تمام، صار عم يعطيني سماكي وبعدين اعطاني ارتفاع، هذا مجسم جديد رح نتعرف عليه اللي هو التيوب. بعدها في عنا شيء اسمه تورس مثلا مثل ما شايفين عم يعطيني شكل حلقه او هيك شيء. في عنا بلين عباره عن سطح ارضيه بس مجرد سطح. بعدها في عنا شيء اسمه تيبوت، مجسم كتير مهم بالماكس عبارة عن وبريق شوي. طبعا مجسم كتير اساسي بالماكس، و يعني من اول نسخ الماكس اللي نزلت كان رمزه هو وبريق الشاي، ف
اساسي كتير بالشغل. طبعا ليش بريق الشاي بالذات؟ يعني الاسطح كلها اللي شايفينها هاي اسطح منتظمه، بينما بريق الشاي يعتبر ما له منتظم. فانا لما بدعين عليه خامات او شيء كثير بفيدني، بدعين ظلال او هالامور هاي، يعني باعتباره مجسم ما له منتظم. هذا هو التيبوت. فهي كمان المجسمات اللي عندنا يا هون. هدول بتمنى انتم بالبيت يعني تمر عليهم بالتفصيل تشوفوهم. اذا تحبوا كمان جربوا بقيه القوائم، ما غلط يعني بتقدروا كبدايه تمشوا فيها. طيب هي حددنا كل شيء، معناتها ديليت وبرجع الزد. هلا كل شغلنا كان عشوائي، بس خلونا نغمق بالشغل اكثر. هلا انا لما عم ارسم بوكس بشكل عام، كبس مع سحب، هي اول نقره وثاني نقره، تمام؟ ما حكينا منوب هون على شيء اسمه قيم. هلا احنا طول ما عم نشتغل هلا واقفين احنا بقينا قائمه، مثل ما حكينا قائمه الكرييت. رح ننتقل على القائمه الثانيه اللي هي شيء اسمه موديفاي. طبعا اول ما بنتقل لها بلاحظ في عندي صار قوائم جديده. اول شيء شو بلاقي عندي فوق؟ في عنا بوكس 01 اسم البوكس، بعدها شو عندي على يمينه؟ اللون، ممكن غير انا اللون من هون. بعدها في عنا شيء اسمه موديفاير ليست، رح نحكي عنها بعدين، بس انا اللي بهمني انتقل لصفحة بعدها اللي هي الاساس بالنسبة لنا. شو عنوانها؟ تمام، بارامترز. شو يعني بارامترز؟ تمام، مقاييس او قيم بالضبط. فانا هون اذا مريت على العناوين بعدها شو بلاقي عناوين هون؟ في عنا شيء اسمه تمام لينث ويدث وهاي، طول وعرض وارتفاع. وبعدها في عنا شيء اسمه لينث سيجمنتس ويدث سيجمنتس وهايت سيجمنتس اللي هن بقيه القيم. هلا شو يعني هون ممكن اعمل؟ عم يعطيني اول شيء ابعاد البوكس، فعندي هاد بوكس هلا ما انا رسمته فري هاند، طلع معي طوله 40 مثلا ب 37 ب 40، تمام؟ ممكن انا اعدل قيمه من هون. هلا ممكن اخذه قيم اساسيه، مثلا رح اخذ 50. طبعا احنا بنعرف ممكن انقل بالتاب، كبس زر التاب نقلني على ثاني قيمه 50، بعدها ممكن انتقل على الهايت اعطيه مثلا 100. اوكي، فانا هلا قدرت ارسم بوكس بناء على قيم وبدقه. بس مثل ما شفنا انه الاساس انا لما رسمت فري هاند. هاي البوكس في عنا مثلا مجسم ثاني، اذا اخذنا سفير، السفير عم تنبنى على شو طبعا؟ الى قيمة واحدة بس اللي هو او اللي هي نصف القطر. ممكن انا اعطيه 50، فهلا انا كونت كرة تمام نصف قطرة 50. هلا هذا اسلوب للتعامل مع القيم. بالواقع انا ممكن لما انا اول ما كون السفير، اذا كونت السفير مطالع لي هون قائمة، شو عنوانها مثل ما شايفين؟ كيبورد انتري. طبعا هاي بتكون مسكرة بالوضع الطبيعي، بس انا ممكن حررها اعمل هون مجسم مبني على قيم مباشرة. فانا اذا بدي اعمل سفير نصف قطرة 50 خلونا نقول، بكفي دخل هون 50 واعطيه كرييت، كون لي هون كرة نصف قطرة 50. موقعها طبعا على اساس شو عم يتحدد؟ موجودين عندي هون اول شيء اكس وواي وزد محطوطين هون على الصفر، فانا عم تكون عندي بصفر الشبكة. هاي بس يعني خلينا نقول ملاحظة على الهامش. أخذنا بوكس وسفير، خلونا نشوف السلندر. السلندر طبعا رح يصير إلى عنا ثلاث قيم، أول قيمة اللي هي الراديوس تمام، أو قيمتين عفوا، وثاني قيمة اللي هي الهايت. فعنا هون شيء اسمه راديوس وشيء اسمه هايت، ممكن أتحكم فيه من هون. هلا في عنا شيء اسمه مثل ما شفنا بعدها شيء اسمه سيجمنتس. إذا أخذنا سفير هي كبس مع سحب وانتقلنا على الموديفاي، بلاقي عندنا هون شيء اسمه سيجمنتس. طبعا السيجمنت شو هو؟ تمام، ممكن نقول شرائح، ممكن نقول اجزاء او تقسيمات للجسم. فهون محطوط عندي 32، طبعا هون كل ما خففتهم انا مثل ما عم شوف شو عم يصير للسيجمنتس اللي هن موجودين هون، يعني عم يخفوا. طبعا شو عم ياثر لي على الجسم؟ شايفين شكل السفير كيف صار؟ بالضبط، عم يعطيني كل ما بزيدهم بيعطيني نعومة أكثر، أنا كل ما خففتهم بيعطيني الجسم أبسط. طبعا خلونا نزيدهم نشوف قيمة، مثلا نشوف هون السفير ما أحلاها صارت، شايفين شلون صارت ناعمة؟ إذا فعلنا الإف 4 شوف تقسيمات شو صارت عنا، ممكن نزيدهم أكثر.
هلا رح نحكي انه هون كل ما عم زيد السيجمنتس هذا كله على حساب شو عم يصير؟ حساب الذاكره. فانا هون كل ما يعني وصلت لشكل حلو سيجمنتس زياده رح يكون عبء على الجهاز. طبعا انا وين لازم اوصل؟ لازم اوصل لشكل حلو تمام بسيجمنتس قدر الامكان شو يكونوا بالضبط، يعني وسط ما انه كتير خفيف لانه ما بيتحمل. بس الفكره مثلا هاي وين ممكن نستفيد منها؟ نحن لما بدنا ندخل بلوكات مثلا خارجيه على الماكس احيانا نلاقي بلوكات يعني تقسيماتها خياليه ممكن تكون هيك مثلا. طبعا هن هم تكون البلوك يكون ضغطه عالي، بس انا اذا بدي ادخل منها وكريره كثير عندي بالمشهد شو صار المشهد رح يكون عندي بالضبط. هاي المواضيع رح ننتبه لها. وطبعا الى وظائف ثانيه رح نشوفها بعدين. هاي مفهوم سيجمنتس بشكل عام. هلا بالنسبه لكره طبعا عندي سيجمنتس واحد، بس في عنا ملاحظه انه تحت عندي كبسي عنوانه شو؟ السموث اللي هو التنعيم، اذا لغيتها صار يعطيني سفير مكسره تمام. اذا انتقلنا على السلندر بلاحظ السيجمنت صار عندي الون خانتين، وفي عنا شيء اضافي بعدها اسمه سايدز. اذا زدت هون الهايت سيجمنتس عم زيد له تقطيعات على الطول تمام. بعدها في عنا شيء اسمه كاب سيجمنتس عم زيد له تقطيعات على السطح. طب انا بلاحظ هون مثلا اذا ما نفعل اف 4 اصلا ما كنت رح اشتري انه هون في تقسيمات. هلا طبعا الى وظيفه ثانيه بعدين، بس بقصد يعني بهيك شكل مثلا طبعا ما لازم انا اضيف له سيجمنتس. يعني شوفوا انا ما نفعل السيجمنتس، اذا رجعت له اياها واحد ولا 18 فرق علي ايش الشكل؟ ما في اي فرق. فهي كمان لازم ننتبه لها. الشغله الثانيه الكاب سيجمنتس عنا ممكن انا نفس الحكي مثل ما حكينا، انا قد ما كنت زايدون ما رح يبين معي، بالنهايه هو سطح مستقيم. بس رح نشوف الان وظيفه ثانيه بالجلسه الجايه ان شاء الله مع شيء اسمه اوامر تعديل. هي الهاي سيجمنتس. في عنا شيء هون اسمه سايدز. هلا السايدز هي الاضلاع المحيطه بالسلندر، فهون كل ما خففتهم اكثر شايفين شو عم يعطيني؟ هلا ممكن هون انا الغي السموث اللي تحت وصلت لهالشكل هذا من سلندر ماشي. طبعا هون كل ما مزيدهم عم يعطيني شكل معين. اعطيته سموث نعم لي هون. هلا هون التكسيرات واضحه على السطح، فممكن زيد السايد اكثر واكثر حتى يعطيني شو شكل دائري. هي بالنسبه للسلندر. ممكن ناخذ مجسم ثاني، خلينا نشوف تيوب تقل على الموديفاي. هلا التيوب لاحظين انه نفس القيم، طبعا رح يزيد عندي نصف قطر داخلي ونصف قطر خارجي. عندي الهايت معروف. تقسيمات عندنا شيء اسمه هايت سيجمنتس وكاب سيجمنتس، واضح عندكم وين عم يعدل. وفي عنا شيء اسمه سايدز، هدول اللي بنعرفهم. هلا في عنا اضافه هون رح تنضاف عندي بكل اشكال الدورانيه اللي هن سفير وسلندر و الكون كمان اللي هي شيء اسمه شو؟ مبين عليكم سلايس تمام. هلا السلايس هو انا بدي اخذ جزء من سلندر، خلينا نقول جزء من سفير جزء من تيوب. فاذا فعلناها هون عم يعطيني سلايس فروم سلايس تو، هاي قيم زوايا. ممكن اقول له اوصل لي من الصفر ل 180، شو اعطاني هون؟ يعني صرت اوصل هون لمجسمات معقده اكثر واكثر. ممكن اعطيه لا مثلا 270 تمام. هالشكل طبعا ممكن اوصل له انا من مجسم بسيط. ممكن انتقل هون للسفير نفس الحكي، بنقول له سلايس اون سلايس فروم صفر ل 180، اعطاني نص كرة. بالاضافة لإلها في عنا قيمة بالسفير فوق شو عنوانها؟ شو اسمه؟ هيمسفير. شو يعني هيمسفير؟ هي جزء من كرة، يعني هاي قيمة بين صفر لواحد. ممكن ادخل له انا نص مثلا، لحظة شو اسم للكرة؟ إذا لغيت سلايس شايفين شلون عم اتحكم فيها؟ فهون كمان انا يعني من مجسم بسيط عم اعقد الموضوع أكثر، وصل منه لمجسمات معقدة أكثر وأكثر. هلا هي اهم بارامترات خلونا نقول ممكن نلجا لها خلال التعامل مع المجسمات البسيطه. هي مرينا على اغلبهم. في عنا بالتيبوت في عنا مجسم حلو
وخصائص حلوة. أنا ممكن هون ألغي منه مثلا الغطا، أو الإيد عفوا الغطا، تمام. فممكن أحصل منه لمجسمات تانية معقدة أكتر وأكتر. هلا رح نشوف هون بعد شوي ممكن عدل عليه ونوصل منه لمجسمات كتير حلوة. هاي التيبود. على العموم هيك بنكون مرينا على اغلب هاي المجسمات. انتم ممكن تركبوا كذا مجسم مع بعض نوصل منهم لشكل. هاي شغلات بدكم تجربوها خلال يعني شغلكم اليوم والجلسات جاي لحالكم بالبيت. رح ناخذ هلا بوكس ورح ناخذ تيبوت، تمام. هلا بس ملاحظة على الهامش كمان، احنا كل شيء رسمناه هون عم ينبنى بناء على شو مثل ما حكينا؟ بناء على بارامترز، ما هيك؟ هلا هي عم كون لي منه مصطلح رح نسميهم هدول المجسمات كلهم اسمهم بارامتريك اوبجكت. من مصطلح البارامترز؟ يعني جسم عم ينبنى بناء على شو؟ على قيم، ماشي؟ انا عندي بوكس عم ينبنى بناء على طول وعرض وارتفاع، عندي سفير عم تنبنى بناء على سلندر. هلا هاي الى قسم ثاني او قسم مقابل الى هو شيء اسمه اديتابل اوبجكت، يعني غير البارامتريك. الايديتابل اوبجكت هو جسم ما عم ينبنى بناء على القيم، عم ينبنى بناء على رسم بشكل عام. فعم ينبنى بناء على نقاط ما له قيم، هذا رح نشوفه بالمستقبل. بس دايماً تفهموا اليوم انه هدول اسمان هالاسم هاد مشان بالمستقبل لما رح ننتقل على الايديتابل نفهم بالضبط شو هو، تمام؟ هلا خلصنا هون اوامر الرسم، رح ننتقل على شويه ادوات بالقسم العلوي بالشريط العلوي. هلا في عنا مجموعة أدوات اللي هني الأدوات الثلاثة هون بنسميهم أدوات التعديل أو أدوات الترانسفورم أو التحويل بترجمتهم بالعربي. عناوينهم إذا مرينا عليهم شو هني؟ سيلكت، تمام، موف، بعدها عنا روتيت، وبعدها شو عنا؟ سكيل. اللي هني الأوامر الأساسية الثلاثة. هلا هني موجودين جنب بعض. في عنا مثل ما حكينا الموف، وعنا الروتيت الدوران، وعنا سكيل. هلا هدول كمان غالبا رح نوصلهم عن طريق اختصارات. زرار موجودة جنب بعض واختصاراتهم على الكيبورد جنب بعض، اللي هي عنا W و E و R. فأنا عندي اختصار الموف شو صار معنا؟ W، تمام. اختصار الروتيت اللي هو الاي، واختصار السكيل اللي هو الار. لحظة، اول ما انا محدد البوكس طبعا عم يطالع لي محاور، شايفينه شو شكلهم؟ زد واكس واي. هلا هون اخذين هالشكل هذا، مجرد ما انا فاعل سيلكت اند موف طالع لي محاور جديدة. طبعا المحور هذا انا ممكن كبس مع سحب، شو صرت اقدر اعمل؟ تحريك سريع للبوكس. ممكن اذا انا اخذت امر الروتيت مثلا ولو على السريع شوي، امر روتيت للجسم، السكيل رح نشوفه بعدين. بس الفكره انه انا لما عم اخذ امر الموف عم يعطيني محاور. هلا المحاور اللي شايفينها هاي، هلا رح نحكي عنها بالتفصيل. المحاور مثل ما شايفين مكونه عندي من هي اكس واي مثلا، عفوا هذا الواي رح ناخده. هلا مكون عندي من اول شيء الاساسيات اللي هن عباره عن شو؟ الاسهم، ما هيك؟ وبعدين عندنا مربعات واصله بيناتهم اللي هن المستويات. هلا المحور بشكل عام بنسميه جزمو، رح نشوفه بعدين كمان رح يلزمنا. نقطة توضع المحور هذا بالجسم اللي هي هاي النقطة، تمام، بتكون مركز ثقل الجسم عادة. هاي نسميها بايفوت بوينت، هاي بايفوت بوينت، تمام. طبعا هاي كتير كتير إلى شغل مهم معنا بالمستقبل، بس هلا بدكم تحفظوهم بشكل عام. الجزمه له اختصار حرف الاكس بالكيبورد، اختصار لهايت، هاي اكس حرف الاكس، اختصار لهايت جزمه. هاي بينكبس بالغلط احيانا، كتير مزعج بالشغل. فانا ممكن كون عم اشتغل انكبس معي الاكس بالغلط، شو بلاحظ انه المحاور اختفت.
اتفق معي معنى اخذ امر الموف بيكون مقبوس معنا حرف الاكس بالغلط، فايدنا ننتبه له. طيب حكينا عن المحاور، قلنا عم تتكون عندي من اسهم، انا ممكن اخذ السهم كبس كبس مع سحب على السهم وحرك. بلاحظ هون انا محرك شوفه بشكل عشوائي، بس مع ذلك التحريك على شو ثابت عندي؟ تمام على المحور اللي انا محدده. اخذت الواي كبس مع سحب، اوكي. الاكس نفس الشيء، ممكن احدد على المربع الواصل بيناتهم كبس مع سحب شو صرت عم حرك هون؟ تمام على المستوى، لحظة ما انا متحرك مع الاكس بس على المستويين هدول، عم حرك هون مثلا على السطح، هاي كمان نقطة مهمة. هلا تحركنا كله هون لساته عشوائي، رح ناخذ قيم بعد شوي. اذا انتقلنا على الروتيت طبعا بنلاحظ انه المحاور اختلفت معي، هون كانت اسهم هون صار معي دوائر. طبعا كل دائرة هون عم تعبر لي عن محور ما، فعندي هون الاكس والواي والزد. انا اذا اخذت مثلا دائرة الحمراء شوفوا صار عندي فعال المحور اكس، بين عليكم شوفوا جوا صار فعال عندي المحور اكس، فعم ينبهني انه هون هلا انا معامل دوران حوالي المحور اكس. اذا كبست مع السحب عم اقدر افتل الجسم، نفس الحكي على الدائرة الثانية. تمام. هلا بشكل عام دائما الفعال هو اللون الاصفر، يعني لما بنقر هون مثلا بلاحظ انه الفعال عندي صارت الدائرة صفرة، ممكن انقر على محور ثاني فعال محور ثاني، هاي مهمة. انا لما محرك هون ممكن انقر على الزد ثبت على الزد، فانا ممكن احرك حتى لو ماني نائر على المحور نفسه او على السهم نفسه. تمام. هلا ممكن هون اذا كبست مع السحب على السهم نفسه، ايه، بس نحن اذا بدنا نثبت محور رح نشوفها بعدين، ممكن انقر نقره وحده ثبتت على محور ما. الروتيت نفس الحكي. هلا امر سكيل اذا انتقلنا له، في عنا هون مثل ما شايفين اوامره شبيهه باوامر الموف نوعا ما، عم يعطينا اكس وواي وزد. هلا بس في ملاحظه ان امر سكيل بالماكس هو امر تشويه ما امر خلينا نقول مثل سكيل الاوتوكاد، فهي بدنا ننتبه له انه انا ما بستعمله لشيء بدي فيه قيم، سطح طاوله مثلا بانية على قيم، ما بستعمله سكيل لانه شو بيعمل؟ رح يضيع لي القيم تبعيته. يعني مثلا انا هون البوكس هلا ابعاده عندي مثلا طوله 60، لحظه حتى لو مطيته كثير على الزد قيمي ما عم تزيد. تمام. فهو بس موضوع تشوي. اذا رجعنا كنترول زد، طبعا مثل ما شفتوا نفس حكي الموب، انا ممكن اكبس على الزد كبس مع سحب، خلينا نقول نعمل سكيل على محور واحد، على الواي نفس الحكي، وممكن شو اعمل اخذ الاكس والواي سوا، فانا هون يوسعوا كتوسيع قاعدي او الزد والواي. هاي كمان مهم كتير تتعودوا انه تاخذ ايدكم على تعمل بالشكل هذا. طبعا عندي المثلث النصاني، انا اذا كبست عليه شو عم يصير عندي؟ تمام نسبي، عم يكبر عندي كله بنفس النسبة، فهذا هو امر سكيل. رح نرجع للموف شوي. هاي امر الموف اللي عنا. امر الموف بالواقع يعني خلونا نقول له حالتين. اول شيء اذا انا بدي اعمل موف بناء على قيم، خلينا نقول بدي احرك على 100 مثلا، بعد لي على المحور واي 100 مثلا، او ارفع لي على زد 50. طبعا ما دام حكينا قيم حكينا لوين بدنا ننتقل؟ على الاحداثيات الموجوده عندي تحت. فهلا اعطينا اكس واي وزد. هلا اكس واي وزد هدول الارقام الموجودين هن عن شو عم يعبروا؟ بالضبط موقع تمام موقع الجسم، خلينا نقول بالنسبه للشبكه بالنسبه لصفر الاحداثيات. فانا هلا اذا رجعتهم صفر، هي صفر صفر صفر، رجع لي اياها وين؟ لمركز الجسم. طبعا اللي هني كاني انا عملت له موف صفر. طيب هلا بشكل عام انا اذا بدي اعمل موف على الواي 100 بكفي شو اعمل؟ انتقل لتحت دخل على الواي 100 انتر. تمام. حرك لي اياه على الواي 100، ممكن انا ارفع على الزد، هي قول له زد 50 انتر. فانا هلا صرت اقدر اعمل موف بدقه. غير هيك هلا بنعرف نحن بالاوتوكاد كان عندنا حالتين لادخال ابعاد، كان عندنا الحاله العاديه والات. بنعرف الات كانت شو؟ اذا انا بدي اقول له مثلا موف ات 50 50 بالضبط، يعني لمين؟ لا خلينا بالضبط ما لنقطة نحن فرضناها، لنقطة اللي هي مركز
الجسم. مزبوط كلامك بالاوتوكاد ل يعني للنقطه اللي انت بتحددها، بس هون بشكل عام هو بياخذها لمركز الجسم. هلا الات موجوده معنا هون هي هاي الكبسه، كبسه صغيره تحت اسمها ابسولوت مود. اذا كبستها بلاحظ رجع لي الابعاد شو صارت عندي كلها اصفار، فهلا صار يعمل موف لابعاد شو نسبه لموقع البوكس. انا ممكن هون اقول له ارفع لي اياها على الواي 100، لاحظوا، او اسحب لي على الواي 100، لاحظوا انه اسحب لي اياها 100 وشو رجع لي اياها؟ صفر. فهون صارت الاحداثيات نسبيه بشكل عام. طبعا ممكن انا ارجعها كبست كبسي رجع عليها الوضع الطبيعي، صار عم يعطيني هلا شو هون؟ بالنسبه لصفر الاحداثيات بالنسبه لمركز الشبكه. يعني هي هيك كانت جوله عامه مع امر الموف. اذا انتقلنا لامر الروتيت، بس رح ادخل على تيبوت وخلونا نرجع له بقيه العناصر. طيب هلا امر الروتيت نفس الحكي، انا طول ممكن انتقل لتحت قول له حوالي الواي مثلا عم بدور لي 90 درجه انتر، تمام. حوالي الاكس مثلا 45، كمان صرت اقدر اتعامل معهم بدقة. طيب كبسي على هاي رجع لي هون صفر، فهلا نسبة لوضعه هاد ممكن اعمل له روتيت. طيب كنترول زد، كنترول زد نرجع لوضعه الطبيعي. هلا بالنسبة للروتيت يعني تعمل مع الاحداثيات هاي شوي يعني صعب. خلونا نقول في عنا اختصار فوق، اخذنا نحن صرنا موف روتيت وسكيل، رح ننتقل لهون. هاي القائمة مثل ما شايفين رموزها كلها شو؟ ايه اللي هو شو؟ طبعا سنابات. فهون رح ناخذ سنابات شوي رح نشوفه، بس بدنا ناخذ اول امر سناب اللي هو شو عنوانه؟ تمام، اللي هو سناب للزوايا. فهلا هذا الامر اذا صار فعال عندي، لاحظوا هون انه انا لما اعمل روتيت شوفوا العداد، مبين عندكم العداد الاصفر؟ تمام، عم ينط خمسات. فانا ما صرت اقدر اخذ بسهوله، والله مثلا فت لي 90 درجه بسرعه، تمام، فت لي مثلا 90 ثاني. هاي مهمه الانجل سناب. الانجل سناب كمان الى اختصار، خلونا نسجله، اللي هو حرف الاي على الكيبورد. هي حرف الاي على الكيبورد اختصار لانجل سناب، تمام. انا هلا واقف على الجسم، طبعا كبست حرف الاي، لغيت التفعيل وفعلت. طيب حكينا عن هدول بشكل عام. طبعا السكيل بالواقع تعمل مع القيم معه شوي قليل، بس هو لما انا عم اعطيه مثلا اعطيني هون 100، يعني عم يعطيني حجم الجسم. خلينا نقول الحاله، ممكن اقول له كبر لي اياه مره ونص 150، كنترول زد 150%، تمام. فهون كبر لي الجسم مره ونص. كمان له نسبه وله يعني هون عم يعطيني حجمه شد مكبر، بينما هون عم يعطيني كمان ممكن اقول له رجع كبر لي 150% من حجمه الحالي. طبعا هون حلوه هاي انه عم يرجع لي اياه شد هو مكبر، فانا هون ممكن شو ممكن ادخله 100، انت رجعته لحجمه الطبيعي. هلا ايمت هاي تلزمنا؟ هلا اذا انا مدخل بلوكي، هي مدخله مثلا هي مرسومه بالسنتيمتر وانا بدي ادخلها ل او بدي اكبرها لمتر، فبكفي هون كبرها مثلا 10 مرات ارجع لها للمتر مثلا. هي كمان رح نستعملها بهالحالات هاي. واستعمال السكيل اجمالا قليل، في عن اساليب ثانيه لحتى انا اكبر وصغر غير سكيل. هي اوامر مثل ما حكينا. طيب انا عملت دبليو هلا نقلت للموف، تمام، اي نقلت للروتيت، وار نقلت للسكيل. هلا انا ممكن اخذ هون روتيت، رح اعمل روتيت بشكل عشوائي واعمل دبليو انتقلت هون للموف. طبعا ملاحظة بدكم تنتبهوا لانه اول شيء المحاور موازاة لمين هون؟ للشبكة، تمام، ما للجسم قصدي. هلا في عنا حالة تانية. طيب بركي انا عامل بوكس واخذنا امر الروتيت فتلناه مثلا بشكل عشوائي، بدي اعمل موف على ميلان البوكس، ما بدي يطلع معي على الزد، او بدي اعمل سكيل وهي الاهم بالواقع، لانه هلا سكيل اذا انا كبست الزد شايفين شو عم يصير بالبوكس؟ شايف شلون عم تشوه؟ هي كمان هي نقطة مهمة.
فهون في عنا رح ننتقل لقائمة جديدة على اليمين، هو عنوانها Reference Coordinate System. Coordinate System اللي هو مثل الـ UCS بالأوتوكاد، يعني اللي هي المحاور هاي ترى مع مين تكون ماشي. طبعا محطوطة بالوضع الطبيعي شو عندي؟ ليفيو، وتكون موازي يعني بمعنى للشبكة. أنا بدنا ننقل لوضع تاني اللي هو شيء اسمه Local. أول ما بتبس على Local شو صارت المحاور؟ تمام، صارت متحركة معي حسب الجسم. إذا أخذنا هون شايفين شلون؟ حسب الجسم. فأنا هون ممكن هلأ أخذهم، أول شيء بدي أحرك على دوران الجسم، والشغلة الثانية الأهم صرت أقدر أعمل سكيل، هاي لوكال، أعمل سكيل للجسم. تمام، هاي بدون أي مشاكل، هاي كمان خلوها بالكم. بس دائما يفضل أنا متى ما خلصنا اللوكال رجع لشو؟ للفيو، لأنه بتعمل مشاكل كتير بالشغل، خصوصا إذا أنا عندي كذا مجسم مع بعض. هي كمان نقطة مهمة. خلونا نحسب، هيك بنكون غطينا معظم أوامر الترانسفورم. ناخذ إضافة تانية بالسريعة، رح آخذ هلا أنا عندي هون مجموعة أباريق شوي. تمام، رح آخذ هذا بعيده شوي. طيب أنا ممكن حدد بالنسبة لتحديد مجموعة، إذا بتحددهم كلهم شو ممكن أعمل؟ طبعا كنترول إيه، حددتهم كلهم، أو نافذة كبس مع سحب، حددنا نافذة. طبعا بنعرف الأوتوكاد كان عندنا نافذتين، ما هيك؟ كان عندنا شيء اسمه نافذة التقاطع من اليسار لليمين ومن من اليمين لليسار. طبعا بالماكس موجودة هاي النوافذ، بس ما بتكون محددة أول شيء، لذلك بس نحفظها. أول ما ننزل ماكس ننتقل على الكستمايز بريفرنسز، منفعل هون شيء اسمه أوتو ويندو كروسينج، عم يعطيني هون رايت تو ليفت وليفت تو رايت. اوكي، فهلا هون بدنا ننتبه، يعني انا لما عم اكبس من اليسار او من اليمين لليسار عم يعطيني خط شو شكله؟ منقط. تمام، وهي نافذة التقاطع، شوفوا الابريق الاحمر هون تحدد معي، بينما من اليسار لليمين شو اعطاني؟ تمام، اذا حددت هون شوفوا هدول الاباريق ما محددات. تمام، ف هي نافذة الاحتواء، هي مهمة بنفعلها مرة واحدة أول ما بنزل الماكس. طبعا في عنا أساليب تانية للتحديد، أنا ممكن حدد جسم كنترول أنقر على بقية المجسمات، الكنترول معناته أمر إضافي، وممكن شو أعمل؟ ألت للطرح، فأنا طرحت هذا الجسم. هذا بدنا نحفظهم كمان، الكنترول إضافي وألت للطرح. طبعا كنترول حتى لو واقف أنا على نفس الجسم ما رح اطرحها، بنشوفها بعدين بالأجزاء الجسم، بس احفظوا انتو الالت للطرح. هلا انا ما هذا الحكي اللي بدي اياه من الرسم، الحكي اللي بدي اياه انه انا لما حددت كنترول اي حدد لي كل المجسمات، واخذنا امر الروتيت. تمام، طبعا يا ترى هون اذا عملنا روتيت كيف رح يعمل روتيت؟ شوفوا انا لما عم افتل، لحظه انا عم افتل المجسمات كلهم كانهم شو؟ بالضبط كانهم شافوا وحده، كانهم مجموعه. فهي حالي، في عنا حالي تاني رح نتعرف على، شفنا هدول وشفنا الفيو، رح نتعرف على شيء اسمه Selection Center. طبعا من رمزهم شو شايفين رمزه؟ الرمز الموجود معي هون هو عبارة عن بوكسين، والنقطة الحمراء وين موجودة؟ بالنص. طبعا هون عم يفهمني انه المركز شو يكون عنا؟ بنص المجسمات، او بمركز المجموعة. خلونا نقول الحالة الثانية اللي عندي اياها، شوفوها هون عندي بوكسين والنقطة الحمراء وين موجودة؟ بمركز كل واحد منهم. تمام، فهلا هون برايكم انا اذا فتلت شو رح يصير؟ بالضبط، شايفين شلون؟ هي عم اعمل روتيت. هلا هي نقطة كثير مهمة، يعني انا مثلا لما عندي مشهد خارجي وفيه اعمى اللي بدي افتلهم، بكفي حددهم كلهم وقول له افتل لي كل واحد حوالي محوره، مثلا اعمل له روتيت، يعني بوفر علي وقت كثير. بالنسبة للموف طبعا ما رح يأثر، بس السكيل نفس الحكي، انا هون لما عم كبر وصغر بعدين عم كبره كلهم كمجموعة، هاي شغلة مزعجة. بينما انا ممكن اقول له كل مين كل مركز كل جسم بمركزه، كبس مع سحب، شايفين شلون عم يكبر كل واحد يصغر بمكانه. هاد شيء كمان بوفر علي وقت كتير، معناتها نحن رح ننقل بين التنتين. هلا الحالة الثالثة كتير نادر استعمالها، اللي هي دائما اخليه المركز موجود بصفر الاحداثيات،
سواء كسكيل او روتيل. طبعا ما ممكن يلزمنا نحن هيك شيء، بس مشان تعرفوها يعني. في ملاحظة ما عرفت انتبهتوا لها، انه دائما الرموز اللي عندي فيها مثلث صغير تحتها بيكون لها اوامر فرعية. فنحن مثلا اذا انا محدد هدول، في عنا هون الاوربت السب اوبجكت، في عنا نحن بتكون محطوطة الاولانية. الاولانية مزعجة شوي لانه خلونا بعيدهم شوي، يعني دائما بيعمل اوربت على صفر الاحداثيات. فمثل ما شايفين اذا عندي جسمه بعيد عنه كتير مزعج، يعني بيطلع برات الشاشه. بينما الافضل انه اكبس كبسه طويله واخذ دائما الثاني اللي هو او الثالث واحد اللي هو حسب الجسم المحدد بصير مركز التحريك. طبعا هيك اريح بكتير بالشغل. كمان هاي اول ما منزل ماكس فعلوها مره واحده بتصير هي الاساسيه. طيب هلا هيك بنكون غطينا كمية منيحة يعني بمبادئ 3D Max ورموز. لهون في أي أسئلة؟ الأمور تمام لهون؟